أنا مهتدي بشتبجي من قليبيا، تلميذ رابعة تقنية في معهد عبد العزيز الخوجة. معناها الحمد لله يا ربي، قدمنا. أنا الحق معناها ما كنتش معناتها حاط، ما كنتش متوقع المرتبة الأولى وطنيا. حاطيت صحيح، كنت متوقع لأنه نتائجي في وسط العام مشرفة الحمد لله، لكن ما كنتش حاطط إنه معناها المرتبة الأولى وطنيا. ما زلنا بالفرحة، ما زلنا ما خممناش، لكن بإذن الله إذا كان فما منحة أو حاجة ما نش نرفض. بالطبيعة إحنا مشينا هندسة تقنية، معناها ما فماش شوية غير الهندسة. إن شاء الله ما عادش نخمم حاجة. أنا مغروم بالميكانيك برشا، كان حاجة هكا أبليكي في الميكانيك، ميكانيك دافيون ولا حاجة. هذايا نهديه لكل إنسان آمن بيا، الأمي وبابا هذيك أول حاجة، لأنهم معناتها من أول الدنيا وما يضحيوا بجهدهم ووقتهم وفلوسهم وكل شيء. بطبيعة البروفيتي اللي الحق نتاع ربي، معناها ما عملوا المستحيل، معناها ما بخلوش علينا بحتى هكا معلومة. نهديها لكل إنسان هكا مثابر ومؤمن إنه قادر على النجاح.